نمر 44 منتج السيليكون الرهيب اللي الآن ما شاء الله غزا السوق المحلي. هذا المنتج العماني 100% اليوم جايب لكم عروض طيبة من نمر 44، وبنعرفكم على منتج السيليكون العماني الرهيب نمر 44. الأنواع المناخية الأخيرة اثبتت لنا فائدة السيليكون في الأبواب والنوافذ. كثير بيوت ادخلتها مياه الأمطار من نوافذهم، والسبب نبحث عن السيليكون المستورد والرخيص بكمية بيسة. وإحنا في عمان عندنا منتج عماني 100% اسمه نمر 44، وفي عندنا نوعين نبى نعرفكم عليها، وبعد فوق هذا كله جايبيلكم عروض مميزة من نمر 44. لما تروح لمحلات مواد البناء قول بيفهم، بيعرف انك تبى نمر. اخذ جيهان من المبيعات اشوف سيليكون غرشته حمراء وهذا غرشته زرقاء، ايش الفرق؟ الفرق بينهم ان هذا اللي متعدد استخدامات، تستخدمه للزجاج، للالمنيوم، للخشب بعد. حلو. وهذا الثاني، الثاني اللي هو ويندوز اند دورز، للنوافذ والابواب، صنع خصيصا يناسب اليو بي في سي. الناس اللي يركبون نوافذ وابواب يو بي في سي. ايوه، داخلي وخارجي. ايوه داخلي وخارجي، وبعد مقاوم للاجواء ومناخ عمان رطوبتها وحرارتها. يعني ما يعمل فطريات وما شابه ذلك أبداً. بعد فترة ما تشوف تشقق من الأجل. هذا الأهم، ما يتشقق ولا يخوضر. أي ولا يتغير لونه أبداً. رسالتي هذا لكل شخص يشوفني الآن، لا تركب لبيتك إلا السيليكون الأصلي، وعليك بنمر 44. بالنسبة اللي عندهم محلات وعندهم مشاريع يبون في محلاتهم هذا المنتج، في عرض الآن. العرض لو خذيت 18 كرتون بيعطوك 3 كراتين ببلاش، ولو أخذت 51 كرتون بيعطونك 7 كراتين ببلاش، وفوقهم هذا المجسم تعرض فيه منتجاتك في المحل. يا جماعة المنتج رهيب، اتركوا كلامي، روحوا خذوا لكم حبة من أي محل، بس جربوا وتأكدوا. هذه طلبيات كلها رايحة للسوق، حتى دنوبهم أيضا يباع في محلات دنوبهم، رايحة نخل، رايحة الرستاق، عبري، نزوة، اسناء، وهذه الكميات كلها رايحة للسوق. هذا عندكم صحم، اصحار، صلالة في ولاية صور، اهلي بصور، عليكم بمنتج نمر 44. اول المراحل من بعد الخلط هني المطبخ، مطبخ السيليكون هني. يتم فتح الخزان بهذه الطريقة. هذا السيليكون موجود داخل مثل ما انتم شايفين، والآن يتم تنزيل كل السيليكون العالق في الحديد الخاص بالخلط إلى داخل الخزان. الآن بيحطون المرجل في منطقة التعبئة. المرحلة الأخيرة من الخزان إلى العلب مباشرة. هذا هو المنتج العماني، الآن يتم تعبيته، يتعبأ. شوفوا، لاحظوا تعبئة سريعة جدا. نروح للمرحلة الأخرى، عملية تركيب العلب والقطع للمرحلة الأخيرة، عملية تخزين العلب بداخل الصناديق. الله الله، المنتج العماني. المنتج العماني نمر 44 صار الحين جاهز أن يروح للأسواق العمانية. قبل لا نعرض لكم التجربة الأخيرة بنحط لكم رقم الأخت جيهان ورقم المكتب أيضا، لأي طلبيات أي استفسارات أصحاب المشاريع أصحاب الشركات يتواصلوا معه. وأيضا أي شاب عماني باحث عن عمل يبي ياخذ كميات بيعطونك بسعر مخفض، من أجل أنك تفتح المشروع هذا في وين؟ في منطقتك، والتاجر في السيليكون، وتكون موزع لهم. تواصلوا معه.